السلام عليكم. بنتكلم الحين عن لعبة ثانية من ألعاب السلسلة التعليمية. هذه اللعبة طبعاً من الألعاب الجميلة السهلة الخفيفة المناسبة تقريباً حق كل الأعمار، حتى يعني مناسبة حق أطفال التوحد، صعوبة التعلم، يعني مناسبة تقريباً حق كل الفئات. جداً لعبة ممتعة وسهلة وخفيفة جداً، فكرتها وايد ممتعة. بنشرح عنها الحين كيف طريقة اللعب. اللعبة ما فيها يعني وايد تعقيد، هي ممتعة سريعة وواحدة من الألعاب الممتعة جدا. بنحصل داخل اللعبة، لعبة أصبع ألوان وكروت. هذه الكروت اللي نحصلها الحين، بنشرح عن هذه الكروت. بيكون فيها هذا الخواتم، يعني خاتم ألوان. طبعا هذه يتوزع على كل لاعب لون، كل لاعب نعطي لون بهذا الشكل، وأزرق وأصفر أخضر، تتوزع بهذا الشكل على كل لاعب. الألوان توزع لك اللاعب، كل لاعب بيكون قدامه خلنا نقول 4 لعيبة أو 3 أو 5، أو كل لاعب بيكون قدامه بهذا الشكل. الألوان لازم تكون ألوان مرتبة، كل لون كل لاعب له نفس الألوان. هذا الجرس حق أول لاعب يخلص الشكل الأول. يعني بنسحب هذا الكرت على سبيل المثال، بيكون من اليسار إلى اليمين، أوضح من اليسار إلى اليمين، لازم يحط هذه الألوان في صبعة بهذا الشكل. يعني إحنا بدأنا هني الأزرق يحطه بهذا الشكل، البنفسجي، الأصفر، الأخضر، وعقب الأحمر. وعقب ما يخلص يدوس هذا الزر، خلاص اللعيبة الباقي بيوقفون، بيكون الكرت حق اللاعب اللي خلص أول بهذا الشكل. بيبدأ الشكل الثاني نفس الشيء، بنسحب الشكل الثاني بهذا الشكل، من فوق من فوق لتحت، بيكون أصفر على طول، أحمر، يعني شوي شوي بيحصل الطفل أو اللاعب أسرع بالتفكير، أسرع بالتركيب، أسرع بالترتيب. فهذا شيء يعلم الطفل على الترتيب، على الألوان، على طريقة التطبيق. اللعبة وايد مفيدة وممتعة وتعليمية جدا بشكل يعني خفيف على الأطفال. طبعا الأشكال حتى اللي داخل الكروت ممتعة، يعني مو بشكل واحد يتكرر، أشكال مختلفة لازم يكون فيها سريع عشان يطبق هذه الألوان في صبعة أو في يده بهذا الشكل. طبعا كل شوي تزداد الصعوبة أكثر بهذا الشكل، أشكال وايد مختلفة، كل الأشكال موجودة بهذا الشكل. فاللعبة هذه تعليمية وايد ممتعة وتقريبا مناسبة حق كل الأعمار وكل الفئات.